السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس بشر حمد، رئيس مجلس إدارة شركة خدمات النظافة سبها. نحب نعرج على موضوع صناديق القمامة، إن هن مانش موجودات في المحلات حتى يتم رفعهن أو وضع القمامة فيه من قبل المواطنين. الشركة أولا، الملف الإداري للشركة، الملف الإداري للشركة 100% وحاجة تخص الإدارة اللي ما فيها أي إشكالية. المشكله تواجه فينا ان عدد الاليات اللي يرفع الكليفتر اللي يرفع في الصناديق زوج سيارات. عندك 13 محله، وكل محله متفرع لي اكثر من محله، محلتين وثلاثه. كيف بتتحكم فيهن؟ هل تحط صندوق وتخليه يملي 4-5 ايام باش ترجع عليه يبدا لك مكب، او بتحط الصندوق ولما يمتلي جي ترفعه؟ احنا قدمنا خطه للوزاره وقدمنا خدمه للحكومات الموجوده ان احنا نبو صناديق 32 متر مكعب وكليفتر اللي ترفع الصناديق هي الخاصه بالصندوق هذا. طلبنا منهم 5 ولا 6 سيارات و30 صندوق. تحاز المشكله في 7 ايام. الدوله تحاسب فينا على 136,000 نسمه، والواقع في سبها فوق 400,000 نسمه. ففي حتى كم معلومات بالوزاره، عندها معلومات مغلوطه وماشي عليها من 2006 و2008، لاقين معلومات يشتغلوا بين. هذه كل العوائق وسبب من اسباب تكدس القمامه في المدينه. لكن الحلول باذن الله بشرنا في صيانه، ومجرد ما الوضع الاداري للشركه تغير واصبح قانوني، هنا بامكان رئيس مجلس الاداره ان هو يدير حلول، وانني نعرف ان قدراتي يعني واتجاه مدينتي حنكون قد المسؤوليه، وحنغير الوضع باذن الله بكل الوسائل. مدة زمنية طبعا تعتمد على الصيانة، لأن الصيانة كم هاي من السيارات عاطل. لكن بشرنا فيه، وممكن قبل العيد إن شاء الله هيكون عدد كبير من السيارات مشتغل، وحتكون نسبة المخلفات أو القمامة ضعيفة ومعدومة. ولكن نسأل الله التوفيق ودعاء المواطنين، مش تحس إنه علينا وكأن إحنا عندنا شيء مقصريننا. إحنا سياراتنا الخاصة ملكنا، يشتغلن من أجل سبها من الساعة 8 المغرب للساعة 1 في الليل، والجميع شايفين في شارع جمال وفي الأشوار الرئيسية يشتغلن، واللي بيشوفن يشوفن في المغرب بعد المغرب يطلع ويلقاهن يشتغلن السيارات البيض. هذه ملك يعني خاص، لا ملك دولة، ولا فين عقد شركة خدمات، ولا فين بيع العقد بيع لشركة الخدمات، ولا عقد إيجار. يخدمن من أجل سبها في وجود حكومات، وجود أجهزة في ليبيا واجد عندها الإمكانيات، لكن أنا بشكل شخصي سيارتي يخدمن مجانا.